تصعيد سوري إسرائيلي جديد، مقتل جندي سوري بقصف إسرائيلي في محيط دمشق، وتل أبيب تقول إنها ردت على صاروخ سوري. الدبيبة يستبق جلسة اختيار رئيس حكومة ليبيا غدا بالتأكيد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. الحلبوسي يعلن فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، والصدر يؤكد المضي بمشروع حكومة أغلبية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بطاريات صواريخ في سوريا اليوم الأربعاء بعد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل. من جانبه أفاد التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين ووقوع خسائر مادية في هجمات إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم. نقل مراسل الحدث سماع صفارات الإنذار في منطقة وادي عارة وشمال الضفة الغربية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق. أوضح أن صاروخا اعتراضيا سوريا انفجر في سماء منطقة وادي عارة بعدما عبر الحدود دون محاولة اعتراضه من قبل الدفاعات الإسرائيلية. كانت الدفاعات السورية أطلقت صواريخ لاعتراض المقاتلات الإسرائيلية. مراسل الحدث أضاف أن المقاتلات الإسرائيلية عاودت شن غارات جديدة طالت بطارية دفاع جوي ومواقع رادار جنوب دمشق. تعقد اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعا للنظر في تنفيذ النقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، أبرزها إخراج المرتزقة. المزيد مع مراسلنا محمد مسعود. يستأنف مجلس النواب جلسته المعلقة من أجل النظر في عدد من القوانين المحلية الخاصة ببعض القطاعات، وأيضا سوف يتم التركيز في هذه الجلسة على مناقشة بعض التعديلات في خارطة الطريق التي اعتمدها المجلس في جلساته السابقة قبل تضمينها في الإعلان الدستوري بشكل رسمي، وتتجه الأنظار إلى وسط البلاد ومدينة سرت بالتحديد التي تستضيف اجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل بحث تنفيذ ما تبقى من نقاط عالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، وأبرز هذه النقاط هي إخراج المرتزقة والعناصر والقوات الأجنبية، وأيضا تفكيك الميليشيات وإلزام كافة الجهات المحلية وحتى الدول الراعية لاتفاق جنيف العسكري بتنفيذ التزاماتها وإخراج المرتزقة ومساعدة اللجنة في إتمام هذه النقاط العالقة. في خطوة تزيد من احتمالية دخول ليبيا في صراع بين حكومتين، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في البلاد. شدد الدبيبة في خطاب وجهه إلى الليبيين على أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد، كما أنه لن يسمح للبرلمان بالتمديد لنفسه، مؤكدا أن حكومته لن تتراجع عن دورها حتى تحقيق الانتخابات.
الدبابة اتهم البرلمان بإصدار القوانين دون نصاب وبالتزوير في ظل غياب المحكمة الدستورية، كما تحدث عن استعداده لمراجعة قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية شرط أن يتعهد بقية المرشحين بنفس القرار. في العراق، وبعد الوصول إلى طريق مسدود، يفتح من جديد اليوم وعلى مدى 3 أيام باب الترشح لرئاسة الجمهورية عقب جلسة لمجلس النواب فشلت في تأمين النصاب القانوني لانتخاب الرئيس. رئاسة مجلس النواب قررت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير الجاري بعد انقضاء المدة الدستورية. وعلى خط تشكيل الحكومة، رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب مرشد إيران علي خامنئي مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بالحكومة العراقية المرتقبة. الصدر رد على رسالة خامنئي التي تحدث فيها عن حرمة تفكيك البيت الشيعي برسالة أخرى سلمها لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، أكد فيها أنه ماض في مشروع حكومة أغلبية بمشاركة أطراف من الإطار التنسيقي وليس كلهم، كما غرد تأكيدا على حكومة الأغلبية. في واشنطن، وبعد تقديم المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أول إحاطة سرية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حول مفاوضات العودة للاتفاق النووي الإيراني، عرض موقع منارة واشنطن الحرة واشنطن فري بيكن أبرز ما جاء في هذه الإحاطة من أسئلة بناء على ما أدلت به النائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك كلوديا تاني، التي أكدت ضرورة أن يعرف الشعب الأمريكي عبر جلسة استماع علنية ما وعدت به واشنطن طهران مقابل صفقة نووية جديدة. النائبة أوضحت أن الإحاطة السرية لمالي لم تسفر عن إجابات كافية، بل فتحت الباب أمام أسئلة أكثر. اتهمت تاني الرئيس بايدن ومبعوثه مالي بإخفائه تفاصيل دبلوماسية التعامل مع الملف النووي الإيراني، مؤكدة أنها ستواصل الضغط عليهما من أجل توضيح هذه التفاصيل للشعب الأمريكي. النائبة الجمهورية وصفت ملف إيران النووي بالمسألة المهمة للأمن القومي الأمريكي والتي تحتاج لأقصى قدر من الشفافية للتعامل معها. كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حذر الإدارة الأمريكية من تبعات الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى على نجاح المحادثات، واتهم شمخاني إدارة بايدن بتقديم وعود خاوية لافتا إلى استخدامها سياسة الضغط لتحقيق أهداف فشلت في تحقيقها الإدارة السابقة. أضاف المسؤول الإيراني أن طريق المفاوضات لن يكون معبدا دون تحرر واشنطن من أوهامها الراهنة. وفق تعبيره، يذكر أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يضغطون باتجاه عرض أي اتفاق نووي مع إيران على التصويت في الكونغرس، وحذروا بايدن من بطلان أي اتفاق إذا لم تتم استشارة الكونغرس بخصوصه. أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا أن الخلاف أو عدم الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب في القضية الإيرانية بات معروفا، لكنه لفت إلى مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين عموما وحول الملف الإيراني بشكل خاص. وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن الظروف الحالية تلزمهم بالتصرف بشكل مختلف سواء تمت العودة للاتفاق النووي أم لا، مؤكدا الحاجة للاستعداد. وحذر واشنطن من فقدان الأدوات اللازمة لفرض اتفاقية أطول وأقوى على إيران في حال العودة للاتفاق ورفع العقوبات. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن باحتفاظ إسرائيل بحرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فأشار إلى مواصلة تجهيز قدرات إسرائيل العسكرية للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني. كانت قد استؤنفت أمس الجولة 8 للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد توقف استمر 10 أيام، لكن أعضاء الوفود لم يذكروا ما إذا كانوا قد اقتربوا من حل القضايا المختلفة الشائكة. وبحسب رويترز فإن أعضاء الوفود قالوا إن المحادثات حققت تقدما محدودا منذ استئنافها في نوفمبر الماضي، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت القرارات السياسية التي عادت بها الوفود ساعدت في إحراز أي تقدم.
لكن واشنطن التي أعادت إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حضرت طهران من معاودة المماطلة في ظل السرعة التي تطور بها إيران قدراتها النووية. ميدانيا قتل وأصيب العشرات في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال تصدي قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة لثلاث هجمات حوثية باتجاه مواقع الشرعية في منطقة العارف في محافظة مأرب. مصادر ميدانية للحدث أوضحت أنه بعد محاولات الهجوم الحوثية الفاشلة نحو مواقع الشرعية نفذت قوات الجيش والمقاومة هجوما مضادا على مواقع الميليشيات باتجاه مدينة الحزم في محافظة الجوف. أضافت مصادر الحدث أنه بعد تنفيذ الجيش لهجومه المضاد تمكن من الوصول لأطراف جبل لقشع والسيطرة على عدد من المواقع الهامة بوادي الجفرة. وفي السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني طقمين عسكريين للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة، وهو ما أسفر عن مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها. هذا وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات على تعزيزات وتجمعات الحوثيين على امتداد جبهات القتال في شرق الجوف وغرب مأرب، كبدت على أثرها الميليشيات خسائر مادية وبشرية كبيرة. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 500,000 وفاة بفيروس كورونا منذ اكتشاف المتحور أوميكرون أواخر نوفمبر، وصفت هذه الحصيلة بأن أكثر من مأساوية، خصوصا وأن المتحور الأسرع انتشارا أصبح الطاغي في العالم. وأضافت المنظمة أن العدد الهائل للإصابات بأوميكرون يثير الذهول، وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من تلك المعروفة. بعدما دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى وقف الاحتجاجات ضد قيود احتواء فيروس كورونا، حذر وزير النقل الكندي من عواقب اقتصادية وخيمة بسبب استمرار إغلاق جسر امباسدر بين الولايات المتحدة وكندا. المتظاهرون من جانبهم دعوا إلى الإطاحة بحكومة ترودو. وختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة. ميليشيا الحوثي تتعامل مع صنعاء بعقليات رجل العصابات. هناك استهداف متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين. نحن نتجه الآن للخطوط الأمامية في جبهة البلق الشرقي. الحوثية منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة وهي منظومة الحرب. هناك إملاءات النظام الإيراني. حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب. ثلاث مديريات الآن فرضت فيها حالة الطوارئ. هل المشهد العسكري اليوم فيه متغيرات جديدة؟ سواء في محافظة مأرب أو في محافظة الشبوة رأينا تلك الضربات الجوية الحاسمة والقاصمة. نحن الآن وسط سوق مديرية عسيلان الذي تم تطهيرها من قبل ألوية العمالقة. تعرض سفينة شحن ترفع علم الإمارات للقرصنة من قبل الميليشيات. الجماعة الحوثية تقوم بنقل أسلحة إلى داخل هذه السفينة المختطفة. كيف يمكن تفسير هذه العملية والرسالة من ورائها؟ بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية:
تصعيد سوري إسرائيلي جديد، مقتل جندي سوري مقتل جندي سوري بقصف إسرائيلي في محيط دمشق، وتل أبيب تقول إنها ردت على صاروخ سوري. الدبيبة يستبق جلسة اختيار رئيس حكومة ليبيا غدا بالتأكيد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. الحلبوسي يعلن فتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، والصدر يؤكد المضي بمشروع حكومة أغلبية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. قال الجيش الإسرائيلي إنه هجم بطارية صواريخ في سوريا اليوم الأربعاء بعد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل. من جانبه أفاد التلفزيون السوري نقلا عن مصدر عسكري بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين ووقوع خسائر مادية في هجمات إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم. نقل مراسل الحدث سماع صفارات الإنذار في منطقة وادي عارة وشمال الضفة الغربية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق. أوضح أن صاروخا اعتراضيا سوريا انفجر في سماء منطقة وادي عارة بعدما عبر الحدود دون محاولة اعتراضه من قبل الدفاعات الإسرائيلية. كانت الدفاعات السورية أطلقت صواريخها لاعتراض المقاتلات الإسرائيلية. مراسل الحدث أضاف أن المقاتلات الإسرائيلية عاودت شن غارات جديدة طالت بطاريات دفاع جوي ومواقع رادار جنوب دمشق. في ليبيا تعقد اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعا للنظر في تنفيذ النقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، أبرزها إخراج المرتزقة. المزيد مع مراسلنا محمد مسعود. يستأنف مجلس النواب جلسته المعلقة من أجل النظر في عدد من القوانين المحلية الخاصة ببعض القطاعات، وأيضا سوف يتم التركيز في هذه الجلسة على مناقشة بعض التعديلات في خارطة الطريق التي اعتمدها المجلس في جلساته السابقة قبل تضمينها في الإعلان الدستوري بشكل رسمي. وتتجه الأنظار إلى وسط البلاد ومدينة سرت بالتحديد التي تستضيف اجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل بحث تنفيذ ما تبقى من نقاط عالقة في اتفاق وقف إطلاق النار. وأبرز هذه النقاط هي إخراج المرتزقة والعناصر والقوات الأجنبية، وأيضا تفكيك الميليشيات وإلزام كافة الجهات المحلية وحتى الدول الراعية لاتفاق جنيف العسكري بتنفيذ التزاماتها وإخراج
المرتزقة ومساعدة اللجنة في إتمام هذه النقاط العالقة. في خطوة تزيد من احتمالية دخول ليبيا في صراع بين حكومتين، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في البلاد. وشدد الدبيبة في خطاب وجهه إلى الليبيين على أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد، كما أنه لن يسمح للبرلمان بالتمديد لنفسه، مؤكداً أن حكومته لن تتراجع عن دورها حتى تحقيق الانتخابات. الدبيبة اتهم البرلمان بإصدار القوانين دون نصاب وبالتزوير في ظل غياب المحكمة الدستورية، كما تحدث عن استعداده لمراجعة قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية شرط أن يتعهد بقية المرشحين بنفس القرار. عبد الحميد الدبيبة أوضح أنه شرع في مشاورات لتقديم خطة عمل تستهدف تنفيذ الانتخابات في البلاد، معلنا رفضه للانقسام والمزيد من المراحل الانتقالية في ليبيا. فإنني أعلمكم بأنني قد شرعت في عقد مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لا لبس فيها لتنفيذ الانتخابات والاستحقاق الدستوري، تنطلق في يونيو القادم وهو التاريخ الممنوح للسلطة التنفيذية بحسب الاتفاق السياسي الصادر في جنيف والمعتمد دوليا. قولوها وبصوت واحد، لا للانقسام، لا للمراحل الانتقالية، لا للتمديد، لا للتمديد، نعم لعودة الحياة، نعم للانتخابات، نعم للدستور، نعم للاستقرار. أكد رئيس الحكومة الانتقالية الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة عدم السماح بمراحل انتقالية جديدة في البلاد، معلنا في الوقت ذاته استمرار حكومة الوحدة الوطنية بعملها حتى تولي سلطة منتخبة المسؤولية. أنا أعلنها اليوم، لن أسمح بمراحل انتقالية جديدة ولن نتراجع عن دورنا في الحكومة التي تعهدنا بها أمام هذا الشعب حتى تحقيق الانتخابات، وأن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها إلى حين التسليم لسلطة منتخبة، ولن نسمح بأن تعود هذه الطبقة المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد والعبث ببلادنا وبمستقبل أبنائنا مرة أخرى. في العراق، وبعد الوصول إلى طريق مسدود، يفتح من جديد اليوم وعلى مدى 3 أيام باب الترشح لرئاسة الجمهورية عقب جلسة لمجلس النواب فشلت في تأمين النصاب القانوني لانتخاب الرئيس. رئاسة مجلس النواب قررت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير الجاري بعد انقضاء المدة الدستورية. كان 25 مرشحا تقدموا لشغل المنصب، إلا أن المنافسة تنحصر بينه شيار زباري مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي جمدت المحكمة الاتحادية مؤقتا ترشحه، والرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. وعلى خط تشكيل الحكومة، رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب مرشد إيران علي خامنئي مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون ونور المالكي بالحكومة العراقية المرتقبة. الصدر رد على رسالة خامنئي التي تحدث فيها عن حرمة تفكيك البيت الشيعي برسالة أخرى سلمها لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، أكد فيها أنه ماض في مشروع حكومة أغلبية بمشاركة أطراف من الإطار التنسيقي وليس كلهم، كما غرد تأكيدا على حكومة الأغلبية. في واشنطن، بعد تقديم المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أول إحاطة سرية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حول مفاوضات العودة للاتفاق النووي الإيراني، عرض موقع منارة واشنطن الحرة واشنطن فري بيكن أبرز ما جاء في هذه الإحاطة من أسئلة بناء على ما أدرت به النائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك كلوديا تيني، التي أكدت ضرورة أن يعرف الشعب الأمريكي عبر جلسة استماع علنية ما وعد به واشنطن طهران مقابل صفقة نووية جديدة
النائبة أوضحت أن الإحاطة السرية لمالي لم تسفر عن إجابة كافية، بل فتحت الباب أمام أسئلة كثيرة. واتهمت تاني الرئيس بايدن ومبعوثه مالي بإخفاء تفاصيل دبلوماسية التعامل مع الملف النووي الإيراني، مؤكدة أنها ستواصل الضغط عليهما من أجل توضيح هذه التفاصيل للشعب الأمريكي. نائبة الجمهورية وصفت ملف إيران النووي بالمسألة المهمة للأمن القومي الأمريكي، والتي تحتاج لأقصى قدر من الشفافية للتعامل معها. كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حذر الإدارة الأمريكية من تبعات الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى على نجاح المحادثات. واتهم شمخاني إدارة بايدن بتقديم وعود خاوية، لافتا إلى استخدامها سياسة الضغط لتحقيق أهداف فشلت في تحقيقها الإدارة السابقة. أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا أن الخلاف أو عدم الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب في القضية الإيرانية بات معروفا، لكنه لفت إلى مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين عموما وحول الملف الإيراني بشكل خاص. شدد المسؤول الإسرائيلي على أن الظروف الحالية تلزمهم بالتصرف بشكل مختلف سواء تمت العودة للاتفاق النووي أم لا، مؤكدا الحاجة للاستعداد. حذر واشنطن من فقدان الأدوات اللازمة لفرض اتفاقية أطول وأقوى على إيران حال العودة للاتفاق ورفع العقوبات. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن باحتفاظ إسرائيل بحرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فأشار إلى مواصلة تجهيز قدرات إسرائيل العسكرية للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني. كانت قد استنفت أمس الجولة الثامنة للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد توقف استمر 10 أيام، لكن أعضاء الوفود لم يذكروا ما إذا كانوا قد اقتربوا من حل القضايا المختلفة الشائكة. بحسب رويترز فإن أعضاء الوفود قالوا إن المحادثات حققت تقدما محدودا منذ استئنافها في نوفمبر الماضي، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت القرارات السياسية التي عادت بها الوفود ساعدت في إحراز أي تقدم. لكن واشنطن التي أعادت إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حذرت طهران من معاودة المماطلة في ظل السرعة التي تطور بها إيران قدراتها النووية. في تطورات الأرض في اليمن، قتل وأصيب العشرات بصفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال تصدي قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة لثلاث هجمات حوثية باتجاه مواقع الشرعية بمنطقة العارف في محافظة مأرب. مصادر ميدانية للحدث أوضحت أنه بعد محاولات الهجوم الحوثية الفاشلة نحو مواقع الشرعية، نفذت قوات الجيش والمقاومة هجوما مضادا على مواقع الميليشيات باتجاه مدينة الحزم في محافظة الجوف. أضافت مصادر الحدث أنه بعد تنفيذ الجيش لهجومه المضاد تمكن من الوصول لأطراف جبل لقشع والسيطرة على عدد من المواقع الهامة في وادي الجفرة. في السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني طقمين عسكريين للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة، وما أسفر عن مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها. هذا وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات على تعزيزات وتجمعات الحوثيين على امتداد جبهات القتال في شرق الجوف وغرب مأرب، كبدت على إثرها الميليشيات خسائر مادية وبشرية كبيرة. بين الجبهة وأسداس مركز مديرية رغوان يقضي المحاربون من أبناء مديرية رغوان استراحة محارب. الحدث قضت ليلة قرب جبهة القتال مع قبائل دهم الصامدة في وجه الميليشيات الحوثية منذ العام 2015. يا شباب اركب الشاصر المفوت فجاه السلاح وعدته والمعد والشرشره معلق يشتغل ما تكذب مناته. هكذا يمضي أبناء رغوان لياليهم وهم يتنقلون بين جبهات القتال المختلفة حول مناطقهم. وفي استراحة المحاربين التقيناهم وأمضينا معهم ليلة قرب محزام ماس. الجبهة متماسكة من بداية هجوم الحوثي عليها، وقد جرب الحوثي هذه المديرية وأهلها في 2015، وإلى الآن وأهلها صامدين وكل القيادات ومتعاونين. وفي نفس الوقت عندما تحصل هجمة
من الحوثي على هذه المديرية كلهم يستبقوا الجبهة. عسكريون وقبليون حمل أبناء رغوان السلاح ومضوا يدافعون عن بوابة مأرب الشمالية والغربية. وخلال ثلاث مراحل من القتال بدأت عام 2015 صمدوا أمام الحشود والآليات الحوثية. في عام 20 بعدما سقطت نهم ومعسكر ماس أعاد الكرة مرة أخرى يريد العبور إلى مارب، ولكنه باء في الفشل ثم ذهب إلى جبهات أخرى، والآن عاود الكرة ولكن سينكسر راسه بإذن الله تعالى. تجربة جديدة للعبور نحو مأرب من رغوان، تقول قبائل دهم أنها ستفشل كسابقاتها بثبات الجيش في مواقعه والإسناد المستمر من طيران تحالف دعم الشرعية. في هذه الأثناء تحلق طيران التحالف لقصف أهداف، قد تسمع الآن دويها، لقصف أهداف حوثية على تخوم المديرية، مديرية رغوان الرأس الشمالي لمحافظة مأرب، والتي صمدت على مدار العامين صمود أبي بأبنائها بقبائلها وبالجيش الوطني أولا وبفضل الله قبل ذلك كله. يا وصل الإعلام بالعلم نبي إنها الرغوان واحد جميع، إننا للشرعية جيش حربي في وجه الخصم حابس منيع. إذن وهذه قبائل دهم والقبائل المساندة وكل قبائل مأرب التي وقفت في وجه الميليشيا الحوثية لتمنع مع الجيش الوطني المتواجد في هذه المناطق الميليشيا الحوثية من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة مأرب، وهي اليوم تنتقل إلى مرحلة متقدمة من المعركة وتهجم على مواقع حوثية وتستولي على مواقع حوثية وهدفها أن تصل لتحرير كل مناطق اليمن. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث من مديرية رغوان شمالي غرب مأرب. بعد توقفها لشهور يبدأ الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل اليوم لقاءات تشمل الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش. المزيد مع مراسلنا محمود شكر. تعيش البلاد عطلة عيد مرمرون الذي تحتفل به الطائفة المارونية، ويحضر رئيس الجمهورية وأركان الحكم القداس الإلهي الذي يقام خصيصا للمناسبة في العاصمة اللبنانية بيروت. ولكن بعد الظهر تعود اللقاءات السياسية وتحديدا في ملف المفاوضات الغير مباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، فيزور الوسيط الأمريكي هوكشتاين الذي وصل العاصمة اللبنانية بيروت بالأمس القصر الجمهوري، ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ثم يجول بعد ذلك على رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، ويلتقي قائد الجيش العماد جوزيف عون. بالتوازي يعقد مجلس الوزراء اجتماعا له في القصر الجمهوري لمتابعة ملف مناقشة الموازنة، على أن يبدأ مجلس النواب الدرس بها في الأسبوع المقبل. تعقد هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي مؤتمرا صحفيا اليوم للكشف عن تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في جملة من الجرائم وفق ما أكدته مصادر الحدث. المصادر أفادت بأن الهيئة ستقدم معطيات جديدة تتعلق بارتكاب الغنوشي جرائم تبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي، إلى جانب التجسس لفائدة أطراف أجنبية. في 17 جانفي 2020 تم إبلاغي من طرف وزارة الداخلية بوجود تهديد ضدي، ووفرت لدي وزارة الداخلية حماية أمنية ومرافقة أمنية إلى حد هذا اليوم. كذلك أيضا بالنسبة لابنتي اللي تدرس بالجامعة، الذراع الطلابي للحركة النهضة الذين يسمون أنفسهم الاتحاد العام التونسي للطلبة، أيضا هددوها بالتصفية وكتبوا أننا سنقتلك كما قتلنا والدك ونسفك دمك وإلى آخره. للأمانة إحنا أولا أجدد أنا شكري لأجهزة الأمن التي وفرت لي ولأسرتي هذه الحماية، وأجدد أيضا إصراري على أن حركة النهضة هي حركة إرهابية، وأن الحالة التي وصلت إليها تونس اليوم على جميع المستويات في المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني وحتى الأخلاقي والقيمي سببه حركة هذه النهضة التي عبثت ببلادنا طيلة هذه العشر سنوات. أعلنت قوى الحرية والتغيير أنها أبلغت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولجر بيرتس باستعدادها للتعاطي الإيجابي مع المبادرة الأممية. طرحنا
للسيد فولكر بيرتس انه البوابه بتاعه حل الازمه السياسيه الراهنه هي انهاء الوضع الانقلابي واقامه تاسيس دستوري جديد. يعني نحن لا نريد العوده الى يوم 24 اكتوبر، انقلاب 25 اكتوبر خلق واقع جديد، الواقع الجديد ده بناء عليه يجب ان تكون هنالك ترتيبات دستوريه جديده وفقا لاعلان دستوري. اهم النقاط اللي حيحتويها الاعلان الدستوري، اولا انه بينص على مؤسسات سلطه انتقاليه مدنيه بالكامل، ثانيا انه هو بيعيد تعريف العلاقه بين المكون المدني وبين المؤسسه العسكريه. سيطرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي على الحريق الذي نتج عن انفجار اسطوانة غاز بإحدى البنايات في شارع حمدان. هيئة أبو ظبي للدفاع المدني أوضحت أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات. أضافت الهيئة أن فرقها المختصة تقوم بعملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق، وذلك بعد إخماد الحريق وإخلاء البناية احترازياً. نجحت قوات الحماية المدنية في تونس في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عاما إثر سقوطها في بئر مهجور في محافظة بن عروس بالعاصمة، يبلغ عمقه 18 مترا. عملية إنقاذ الفتاة استغرقت نحو ساعتين وهي على قيد الحياة، قد نقلت إلى أحد المشافي بعد تعرضها لبعض الكدمات والكسور. في السودان قال مجلس السيادة إن الوفيات التي حدثت بين الأطفال بأحد دور الإيواء بالخرطوم كانت بسبب إحضار الأطفال بعد بقائهم لفترة طويلة في أماكن العثور عليهم وتعرضهم لمشكلة صحية. المزيد في التقرير التالي. أخبار صادمة شغلت الرأي العام في السودان بعد انتشار تقارير إعلامية بوفاة عدد كبير من الأطفال فاقدي سند من أحد دور الإيواء المعروفة وسط الخرطوم. تضارب في الأرقام بين السلطات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بملف الأطفال فاقدي الرعاية. المستشفيات الحكومية لما نوصل له الطفل وهو محتاج رعاية يعني بتتأخر أو بيكون في تأخير عبال ما إنه يجهزوا الحاجة المناسبة لحالة الطفل. فده الوضع من خلاله ممكن يكون خسرنا عدد كبير من الأطفال بسبب إهمال. اتجهنا صوب دار الميغومة للتثبت من صحة الأخبار وأسبابها. لحساسية الحادثة عجلت النيابة العامة بزيارة فريق للتحقيق في الحادثة، تزامن ذلك مع زيارة مفاجئة من أعضاء مجلس السيادة للوقوف على ما راج من أخبار فيما يتعلق بوفيات الأطفال. الذي علمناه أنه عادة ما يكون الطفل لفترات طويلة خارج الدار، يعني ما إن يعثر عليه بعد فترة طويلة جدا في ظرف بيئي خطر جدا موجود في العراء، وربما بعض المحاولات يعني التخلص منه، فكل هذا يأتي إلى الدار وهو في إشكالات كبيرة جدا، هذا هو الذي أدى إلى الوفيات. الحادثة والجدل الذي أثارته فتح الباب واسعا على أوضاع الدور الإيوائية والأوضاع الصحية بداخلها والتقاطعات بين الواجب الحكومي والدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني وضرورة رفع درجة الوعي لخفض تداعيات هذه الظاهرة.
الزائر إلى هذا المكان الذي يأوي الأطفال فاقدي السند يستمع إلى قصص وحكايات تدمي القلب مرتين، الأولى للطريقة التي يؤتى بها هؤلاء الأطفال من الميادين العامة ومن مكبات النفايات عبر أكياس القمامة، والأخرى للوصمة الاجتماعية التي تظل تلاحق هؤلاء الأطفال جراء خطيئة ظن مرتكبوها أن لعنتها ستنتهي بمجرد وصول الطفل إلى هذا المكان. محمد عثمان، الحدث، الخرطوم. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون وفاة بفيروس كورونا منذ اكتشاف المتحور أوميكرون أواخر نوفمبر، ووصفت هذه الحصيلة وصفت بأنها أكثر من مأساوية، خصوصا وأن المتحور الأسرع انتشارا أصبح الطاغي في العالم. أضافت المنظمة أن العدد الهائل للإصابة بأوميكرون يثير الذهول، وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من تلك المعروفة. بعدما أغلق سائق الشاحنات التجارية أهم جسر يربط كندا والولايات المتحدة والأكثر حركة تجارية في تطور وصف بالخطير، تأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يفقد فيه البرلمان أو يعقد فيه البرلمان جلسات طارئة لحل أزمة الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 10 أيام. جلسة طارئة تلو الأخرى يعقدها البرلمان الكندي منذ يومين لحل أزمة احتجاجات سائقي الشاحنات المستمرة منذ أكثر من 10 أيام. أصبح هنالك القرار السياسي، صار أصبح أو يبدو كأنه قرار سياسي وليس قرار علمي. لهذا السبب الجمهور الكندي يخاف من هذه المسألة في بلد مثل كندا، بلد الحريات، يخاف من أن تصبح الحكومة تأخذ قراراتها بدون أي منطق، وبالتالي هذا يشكل خطر على الحرية العامة. الجلسة ناقشت ضرورة وضع خارطة طريق لرفع القيود التي قسمت الشارع الكندي إلى مؤيد ومعارض للقاح والقيود. لإجلاء الحقائق تطالب الحكومة أو طلبت الحكومة بإلحاح، وهلق اليوم حتى بجلسة اليوم طلبت بإلحاح بوضع خطة واضحة وخارطة طريق للانتهاء من القيود ولعودة الحياة إلى كندا بشكل طبيعي. مشاهد الاحتجاجات متشابهة من تورونتو إلى أوتاوا ثم ألبرتا، شاحنة تصطف وتقطع الطرق وترفع شعارات ضد اللقاح وإلزاميته، أصبحت تعرقل حركة المرور والحياة. وفي تطور ملحوظ، أغلق سائق الشاحنات أهم الجسور الرابطة بين كندا والولايات المتحدة، جسر امباسادور، فيما اضطرت الحكومة إغلاق جسر آخر يربط البلدين أيضاً. احتجاجات سائقي الشاحنات قسمت الشارع الكندي بين مؤيد ومعارض لإلزامية التلقيح ورفع القيود، وهذا دفع السياسيون لمطالبة الحكومة بوضع خريطة طريق عاجلة لتوحيد الكنديين من جديد. رفاه السعد، الحدث، تورنتو. ختام هذه النشرة مشاهدينا، إلى اللقاء. تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربات جوية دقيقة. ميليشيا الحوثي تتعامل مع صنعاء بعقليات رجل العصابات. هناك استهداف متعمد وممنهج من قبل ميليشيا الحوثي للمدنيين. نحن نتجه الآن للخطوط الأمامية في جبهة البلق الشرقي. الحوثية منذ نشأتها الأولى وحتى اللحظة وهي منظومة الحرب. هناك إملاءات النظام الإيراني، حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب. ثلاث مديريات الآن فرضت فيها حالة الطوارئ. هل المشهد العسكري اليوم فيه متغيرات جديدة؟ سواء في محافظة مأرب أو في محافظة الشبوة رأينا تلك الضربات الجوية الحاسمة والقاسمة. نحن الآن وسط سوق مديرية عسيلان الذي تم تطهيرها من قبل ألوية العمالقة. تعرض سفينة شحن ترفع علم الإمارات للقرصنة من قبل الميليشيات. الجماعة الحوثية تقوم بنقل أسلحة إلى داخل هذه السفينة المختطفة. كيف يمكن تفسير هذه العملية والرسالة من ورائها؟
بإمكانكم متابعة قناة الحدث HD على الترددات التالية. تصعيد سوري إسرائيلي جديد، مقتل جندي سوري بقصف إسرائيلي في محيط دمشق، وتل أبيب تقول إنها ردت على صاروخ سوري. الدبيبة يستبق جلسة اختيار رئيس حكومة ليبيا غدا بالتأكيد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة. الحلبوسي يعلن فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، والصدر يؤكد المضي بمشروع حكومة أغلبية. أهلاً بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من الحدث. قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بطاريات صواريخ في سوريا اليوم الأربعاء بعد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات باتجاه إسرائيل. من جانبه أفاد التلفزيون السوري نقلاً عن مصدر عسكري بمقتل جندي وإصابة 5 آخرين ووقوع خسائر مادية في هجمات إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم. نقل مراسل الحدث سماع صفارات الإنذار في منطقة وادي عارة وشمال الضفة الغربية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على محيط دمشق. أوضح أن صاروخاً اعتراضياً سورياً انفجر في سماء منطقة وادي عارة بعدما عبر الحدود دون محاولة اعتراضه من قبل الدفاعات الإسرائيلية. كانت الدفاعات السورية أطلقت صواريخ لاعتراض المقاتلات الإسرائيلية. مراسل الحدث أضاف أن المقاتلات الإسرائيلية عاودت شن غارات جديدة طالت بطارية دفاع جوي ومواقع رادار جنوب دمشق. تعقد اللجنة العسكرية المشتركة اجتماعاً للنظر في تنفيذ النقاط العالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، أبرزها إخراج المرتزقة. المزيد مع مراسلنا محمد مسعود. يستأنف مجلس النواب جلسته المعلقة من أجل النظر في عدد من القوانين المحلية الخاصة ببعض القطاعات، وأيضاً سوف يتم التركيز في هذه الجلسة على مناقشة بعض التعديلات في خارطة الطريق التي اعتمدها المجلس في جلساته السابقة قبل تضمينها في الإعلان الدستوري بشكل رسمي، وتتجه الأنظار إلى وسط البلاد ومدينة سرت بالتحديد التي تستضيف اجتماع التاسع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل بحث تنفيذ ما تبقى من نقاط عالقة في اتفاق وقف إطلاق النار، وأبرز هذه النقاط هي إخراج المرتزقة والعناصر والقوات الأجنبية، وأيضا تفكيك الميليشيات وإلزام كافة الجهات المحلية وحتى الدول الراعية لاتفاق جنيف العسكري بتنفيذ التزاماتها وإخراج المرتزقة ومساعدة اللجنة في إتمام هذه النقاط العالقة.
في خطوة تزيد من احتمالية دخول ليبيا في صراع بين حكومتين، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة ولن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة في البلاد. شدد الدبيبة في خطاب وجهه إلى الليبيين على أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة منذ سنوات للاستفراد بالمشهد، كما أنه لن يسمح للبرلمان بالتمديد لنفسه، مؤكدا أن حكومته لن تتراجع عن دورها حتى تحقيق الانتخابات. الدبيبة اتهم البرلمان بإصدار القوانين دون نصاب وبالتزوير في ظل غياب المحكمة الدستورية، كما تحدث عن استعداده لمراجعة قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية شرط أن يتعهد بقية المرشحين بنفس القرار. في العراق، وبعد الوصول إلى طريق مسدود يفتح من جديد اليوم وعلى مدى 3 أيام باب الترشح لرئاسة الجمهورية عقب جلسة لمجلس النواب فشلت في تأمين النصاب القانوني لانتخاب الرئيس. رئاسة مجلس النواب قررت فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من 9 فبراير الجاري بعد انقضاء المدة الدستورية. وعلى خط تشكيل الحكومة، رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب مرشد إيران علي خامنئي مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي بالحكومة العراقية المرتقبة. الصدر رد على رسالة خامنئي التي تحدث فيها عن حرمة تفكيك البيت الشيعي برسالة أخرى سلمها لقائد فيلق القدس إسماعيل قائاني، أكد فيها أنه ماض في مشروع حكومة أغلبية بمشاركة أطراف من الإطار التنسيقي وليس كلهم، كما غرد تأكيدا على حكومة الأغلبية. في واشنطن، وبعد تقديم المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أول إحاطة سرية أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حول مفاوضات العودة للاتفاق النووي الإيراني، عرض موقع منارة واشنطن الحرة واشنطن فري بيكن أبرز ما جاء في هذه الإحاطة من أسئلة بناء على ما أدلت به النائبة الجمهورية عن ولاية نيويورك كلوديا تاني، التي أكدت ضرورة أن يعرف الشعب الأمريكي عبر جلسة استماع علنية ما وعدت به واشنطن طهران مقابل صفقة نووية جديدة. النائبة أوضحت أن الإحاطة السرية لمالي لم تسفر عن إجابات كافية، بل فتحت الباب أمام أسئلة أكثر. اتهمت تاني الرئيس بايدن ومبعوثه مالي بإخفائه تفاصيل دبلوماسية التعامل مع الملف النووي الإيراني، مؤكدة أنها ستواصل الضغط عليهما من أجل توضيح هذه التفاصيل للشعب الأمريكي. النائبة الجمهورية وصفت ملف إيران النووي بالمسألة المهمة للأمن القومي الأمريكي والتي تحتاج لأقصى قدر من الشفافية للتعامل معها. كان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني حذر الإدارة الأمريكية من تبعات الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى على نجاح المحادثات، واتهم شمخاني إدارة بايدن بتقديم وعود خاوية لافتا إلى استخدامها سياسة الضغط لتحقيق أهداف فشلت في تحقيقها الإدارة السابقة. أضاف المسؤول الإيراني أن طريق المفاوضات لن يكون معبدا دون تحرر واشنطن من أوهامها الراهنة. وفق تعبيره، يذكر أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي يضغطون باتجاه عرض أي اتفاق نووي مع إيران على التصويت في الكونغرس، وحذروا بايدن من بطلان أي اتفاق إذا لم تتم استشارة الكونغرس بخصوصه. أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا أن الخلاف أو عدم الاتفاق بين واشنطن وتل أبيب في القضية الإيرانية بات معروفا، لكنه لفت إلى مواصلة الحوار والتنسيق بين الجانبين عموما وحول الملف الإيراني بشكل خاص. وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن الظروف الحالية تلزمهم بالتصرف بشكل مختلف سواء تمت العودة للاتفاق النووي أم لا، مؤكدا الحاجة للاستعداد. وحذر واشنطن من فقدان الأدوات اللازمة لفرض اتفاقية أطول وأقوى على إيران في حال العودة للاتفاق ورفع العقوبات. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن باحتفاظ إسرائيل بحرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني. أما وزير الدفاع الإسرائيلي فأشار إلى مواصلة تجهيز قدرات إسرائيل العسكرية للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني.
كانت قد استؤنفت أمس الجولة الثامنة للمحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق النووي مع الدول الكبرى بعد توقف استمر 10 أيام، لكن أعضاء الوفود لم يذكروا ما إذا كانوا قد اقتربوا من حل القضايا المختلفة الشائكة. وبحسب رويترز فإن أعضاء الوفود قالوا إن المحادثات حققت تقدما محدودا منذ استئنافها في نوفمبر الماضي، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت القرارات السياسية التي عادت بها الوفود ساعدت في إحراز أي تقدم. لكن واشنطن التي أعادت إعفاءات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حضرت طرام معاودة المماطلة في ظل السرعة التي تطور بها إيران قدراتها النووية. ميدانيا قتل وأصيب العشرات في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية خلال تصدي قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة لثلاث هجمات حوثية باتجاه مواقع الشرعية في منطقة العارف في محافظة مأرب. مصادر ميدانية للحدث أوضحت أنه بعد محاولات الهجوم الحوثية الفاشلة نحو مواقع الشرعية نفذت قوات الجيش والمقاومة هجوما مضادا على مواقع الميليشيات باتجاه مدينة الحزم في محافظة الجوف. أضافت مصادر الحدث أنه بعد تنفيذ الجيش لهجومه المضاد تمكن من الوصول لأطراف جبل لقشع والسيطرة على عدد من المواقع الهامة بوادي الجفرة. وفي السياق قصفت مدفعية الجيش الوطني طقمين عسكريين للميليشيات الحوثية في جبهة الكسارة، وهو ما أسفر عن مقتل جميع العناصر التي كانت على متنها. هذا وشنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات على تعزيزات وتجمعات الحوثيين على امتداد جبهات القتال في شرق الجوف وغرب مأرب، كبدت على أثرها الميليشيات خسائر مادية وبشرية كبيرة. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 500,000 وفاة بفيروس كورونا منذ اكتشاف المتحور أوميكرون أواخر نوفمبر، وصفت هذه الحصيلة بأن أكثر من مأساوية، خصوصا وأن المتحور الأسرع انتشارا أصبح الطاغي في العالم. وأضافت المنظمة أن العدد الهائل للإصابات بأوميكرون يثير الذهول، وقد تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من تلك المعروفة. بعدما دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى وقف الاحتجاجات ضد قيود احتواء فيروس كورونا، حذر وزير النقل الكندي من عواقب اقتصادية وخيمة بسبب استمرار إغلاق جسر امباسدر بين الولايات المتحدة وكندا. المتظاهرون من جانبهم دعوا إلى الإطاحة بحكومة ترودو. وختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.